جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمدارس المهنية ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والإدارات العامة على موعد الأربعاء مع الإضراب العام والشامل الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية دفاعا عن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين بتصحيح أجورهم بما يوازي ما فقدوه من قدرة شرائية منذ العام 1996 ورفضا لقرار الحكومة بزيادة الأجور وصفت بالمذلة والمهينة والتخريبية. وسيواكب الإضراب اعتصام مركزي الساعة 11 أمام السراي الحكومي. عم نتوجه لأهالي لطلابنا الأعزاء وقل لهم ما تتعذبوا مش ما تشنطلوا بكرة، بكرة المعلمين مش حيروحوا على المدارس، حيروحوا على الاعتصام المركزي أمام القصر الحكومي، وإذا بعض الأساتذة حيروحوا على بعض المدارس حيروحوا مش حيعلموا، فأي إرباك بده يحصل بأي مدرسة غدا بيكون مسؤول عنه اللي حاول يفتح المدرسة عنوة عن المعلمين. اثنين، كل زميل بيسمع أي كلمة من أي مدير مدرسي أو تهديد مبطن ببلغ النقابي، هذا الإضراب حق مقدس بالدستور اللبناني. ماذا تقول لمجلس الوزراء المعقد اليوم وحكيته عن خطوات تصعيدية؟ أولاً بدنا نقول له لرئيس مجلس الوزراء لدولة الرئيس ميقاتي أنه هيئة التنسيق النقابي من 10 أيام طلبت موعد منك، ورجعنا أكدنا الموعد من 3-4 أيام. كبار المربين غدا سيعتصمون أمام القصر الحكومي، وخلي مجلس الوزراء يتأرج علينا من برجه. وإذا كانت بعض المدارس الخاصة قد أعلمت طلابها أن لا دراسة الأربعاء خوفا من حصول بلبلة كما حصل الأربعاء الماضي، فإن البعض الآخر أعلن بأن المدارس ستكون مفتوحة كالمعتاد. بكرة يوم تعليم عادي، النقابة تقدر تدعي للإضراب وهيدا بحق طبيعي بالتعبير عن رأيهم، لكن مؤسسات التربوية يجب أن تكمل. في كتير أساتذة منهم ملتزمين بالنقابة، أكيد بده يكونوا بالمدرسة ورح يكونوا عم بيقوموا بواجباتهم تجاه الطلاب. يعني بتدعي الطلاب بكرة والأهالي تيبعتوا أولادهم على المدرسة كالمعتاد مثل العادي؟ نعم، إلا إذا ببعض المؤسسات هناك شيء يعني بخص المؤسسة بنوع خصوصي، هذا بيبقى متروك لرئيس المدرسة، رئيسة المدرسة مع الأساتذة أنه ننظموا هذه الأمور. لا تعليم في القطاع التربوي الأربعاء، وهيئة التنسيق النقابية على موعد في 30 من الشهر الجاري مع مؤتمر نقابي تحت عنوان ضغط الأوضاع الاقتصادية، وسيجري خلاله تحديد الخطوات التصعيدية التي قد تصل إلى الإضراب المفتوح. نخلع ضيمة MTV.